Category under 14. Taisa Saeed. اذا مع المشترك الاول بفئه الاندر 14 عيسى سعيد اللي هي الكاتيجوري رح تنطلق بعد دقائق معدوده. فئه الاندر 14 عم تنطلق بالاثناء. عيسى سعيد عم يتخطى مرحله الرانك ستيج بحصل على 3 نقاط لينتقل ويروح باتجاه المعوض جول بسجل المحاولة الاولي الهدف الاول والهدف الثاني عم يسجل وصل برصيده 5 نقاط. بضيع اول تسديده من معوض بينالتي شوت بسدد تسديد كاسترو بيقدر يسجلها صار برصيده 6 نقاط لهلا. بياخذ التسديده من نص الملعب بضيع المحاوله لينتقل ورا ال 360 بتخطى مرحله ال الكونز والفينش لاين 42.30 ثانية سجل 8 نقاط بصير رصيده 34.30 ثانية. آدم رشيد اوكي لما توصلوا على البينالتي بتكون سددوا البينالتي لازم تسيبوا يا الزاوية فوق، إذا بتسيبوا الزاوية فوق بيطلعلكم 3 نقط، إذا بتسيبوا الميلة النصانية بيطلعلكم نقطتين، وإذا بتسيبوا الزاوية التحتانية شمال ويمين بيطلعلكم نقطة. ما لازم تسددوا تحت تحت الشطر، لازم تسددوا بنص أو زاوية فوق أو زاوية تحت. آدم رشيد عيسى سعيد رح يرجع يعيد عيسى لانه ما كان بيعرف بالتسديدات لكن رح ارجع اذكرك لاخر مره عيسى نص نقطتين زوايا فوق 3 نقاط زوايا تحت نقطه وحيده اوكي فاذا عيسى سعيد عم يرجع بينطلق بالتحدي تبعوله بيروح باتجاه المعوض جول ضيع الاولي سجل التسديده النصانيه نقطتين اربع نقاط صبر رصيده ست نقاط بيحصل من خلالها ياخذ التسديده من نص الملعب بيضيع المحاوله لينتقل ويروح من بعدها ويتخطى مرحله البينالتي ليروح للمرحله الاخيره هي مرحله الكونز خمسة واربعين فاصلة اربع ثواني سجل 11 نقطة بيصير رصيده 34.4 ثواني ادم رشيد فاذا ادم رشيد عم يطلق بالتشالنج تبعوله ادم عم بيروح باتجاه المعوض جول بضيع الاولى بضيع الثانية بنطلق ويروح من بعدها باتجاه التسديده البينالتي بضيعهم اثنيناتهم والثالثه كمان عم بضيعها ما سجل ولا وحده بضيع الكاسترول بنطلق من بعدها ويروح باتجاه الميد كورت شوت اللي عم بضيعها خطى مرحله البينالتي او عفوا خطى مرحله 360 بنطلق ويروح من بعدها ويتخطى مرحله الكونز وهو بطريقه باتجاه الكورنر لينهي وقته ب 42.46 ثانية سجل 5 نقاط بصير رصيده 37.46 ثانية وسام رفاعي اذا وسام رفاعي بينطلق بالتحدي تبعوله عم بيروح باتجاه المعوض جول بضيع الاولى والثاني كمان ضيع التسديده الاولى تعيني كمان الثالثه بسجلها بصير رصيده على زيد رصيده نقطتين صار معه 5 نقاط لهلا لا
ليوصل باتجاه الميد كورت شوت يلي عم بضيعها لو انطلق من بعضها الى البينالتي. راح عم بعضها باتجاه الكونز وينهي وقته ب 41.58 ثانية. سجل 7 نقاط بصير رصيده 34.58 ثانية. فؤاد سلوم فؤاد عم يطلق بالتشالنج تبعه له خطى مرحلة الكونز يروح باتجاه المعوض جول بضيع الأولي ثاني كمان طلع باتجاه البينالتي شوت معوض بينالتي شوت بسجل واحد من اثنين لهلا اذا النقطتين برصيده بمالة البينالتي شوت صار رصيده خمس نقاط. كاسترو اللي بضيعها اللي راح من بعدها باتجاه الميد كورت شوت عم بضيع كمان المحاولة ليروح باتجاه الكونز وينهي ب 47.42 ثانية. سجل 7 نقاط بصير رصيده 40.42 ثانية. جمال مصري جمال فإذا عم يطلق بالتشالنج تبعه له بصير معوض جول بسجل الأولي ثاني عم بيضيعها لينطلق ويروح باتجاه المعوض بينالتي شوت بضيع الأولي الثاني كمان الثالثة كمان ياخذ تسديدة الكاسترو اللي لا يسجلها بيصير رصيده خمس نقاط بياخذ التسديدة من نص الملعب بيسجل التسديدة زاوية شمال الميد كورت شوت ليروح من بعدها باتجاه مرحلة الكونز يلي عليه انه يتخطاهم ستة واربعين فاصلة اربعة وثمانين ثانية. سجل ثمان نقاط بصير رصيده 38.84 ثانية. وسام شريتي وسام عم يطلق فأذن بالتشالنج تبعه له خطى الكونز بسجل الاولي الثاني بضيعها اروح من طريق باتجاه مرحله المعوض بينالتي شوت بسجل ثلاث نقاط صار معه لهلا خمس نقاط منها سجلوا ثلاثه تون سجل اثنين بالنص واحده زاويه يمين ياخذ التسديد بنص الملعب بيضيع المحاوله ليعود من بعدها الى ال 360 يلي عم بيقدر يكملها بنجاح وقع كون هون خسر نقطه خسر نقطه بيروح من بعدها وينها على الكورنر 39.66 ثانية. سجل 10 نقاط بصير رصيده 29.66 ثانية. كان رصيده 11 نقطة لأنه وقع على الكون هون خسر نقطة وحيدة يعني كان معقول يصير 28.66 وقع كون خسر نقطة. انتبهوا كتير منيح أنتم ماشيين على الكونز. مصطفى تراد مصطفى فأذن عم ينطلق بالتشالنج تبعوله خطة مرحلة الكونز ضيع الأولي سجل واحدة من اثنين من المعوض جول سجل ثلاث نقاط سجل نقطتين صار معه خمس نقاط كسر اللوب بسجلها بينطلق من بعدها باتجاه الميد كورت شوت بتضيع المحاولة صار معه لهلا برصيده 12 نقطة إذا تخطى المرحلة النهائية اللي هي عم نحكي على الفينش فينش ستيج بيروح وبينهي ب 42.46 ثانية. سجل 12 نقطة بصير رصيده 30.46. المشترك ما قبل الأخير خالد شهال إذا المشترك من قبل الأخير بهذه الفئة هو خالد بضيع الأول معوض جول بسجل واحدة من اثنين بتلعب باتجاه تسديدة البينالتي
ما بدي سجل ولا اي وحده. ضيع الميد، بضيع الكاسترول والميد كور كمان. عم يتسرع كثير بالديسيجن تبعوله، كثير عم يتسرع بقراراته، عم يكون كثير سريع، وبالتالي خسر كثير نقاط. وقته لهلا 37 ثانيه، 39.76 ثانية، سجل 6 نقاط، بصير رصيده 33.76 ثانية. المشترك الأخير بهالفئة أحمد بلطجي. هلا أحمد بلطجي عم ينطلق للتشالنج تبعوله. أحمد بلطجي بضيع المعوض بول الأولي، الثانية كمان. راح باتجاه المعوض بينالتي شوت، ضيع اثنين، ثالثة كمان، ضيع ثلاثة من ثلاثة. شهاد زوايا ولا واحدة قدر يسجل من خلالها. أفاكون كمان 41.45 ثانية، سجل خمس نقاط، هو كان المفروض يكون ست نقاط، ألفا كون خسر نقطة، بصير رصيده 36.45 ثانية، وبالتالي المركز الأول بيروح لوسام شريتي ب 29.66 ثانية، والمركز الثاني لمصطفى تراد ب 30.46 ثانية.